قتلى وجرحى برصاص الأمن الإيراني في بلورستان شمال الأحواز، ومدن جديدة تنضم للاحتجاجات. الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي ينطلق اليوم وسط تأكيد على استمرار التعاون الأمني. كل في تونس متفقين تقريبا على اهتراء البنية التحتية الصحية. ولجنة الصحة البرلمانية في تونس تتهم الحكومة بالإخفاق في مواجهة كورونا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا إلى هذه النشرة المفصلة تأتيكم من العربية. سنبدأ من إيران، إذ تداول ناشطون صور فيديو من محافظة لورستان شمال الأحواز، حيث قتل وجرح عدد من المتظاهرين ضد النظام وفقا لناشطين. وقالت مواقع إيرانية إن 3 أشخاص قتلوا على الأقل وأصيب أكثر من 10 محتجين خلال اشتباكات مع قوات الأمن الإيراني التي استخدمت الرصاص الحي لفض المظاهرات، فيما تحدثت مواقع أخرى عن أكثر من 10 قتلى. هذا وقطع المحتجون بقضاء سويسة في مدينة الأحواز العاصمة الطريق الرئيسي بين مدينتي عبادان والأحواز، فيما أطلقت قوات الأمن الإيرانية الرصاص الحي لتفريق التظاهرات، الأمر الذي أدى لإصابة أحد المحتجين. وخرج العشرات أيضا من سكان مدينة لردكان الواقعة في محافظة جهر محل باختياري وسط إيران، خرجوا في تظاهرة لدعم أهالي إقليم الأحواز الذي يشهد انتفاضة ضد النظام الإيراني. هذا ودفعت تظاهرة مدينة لردكان القوات الأمنية للانتشار لضمان عدم توسعها نحو باقي ساحات المدينة. نغلق مشاهدينا الملف الإيراني ونذهب إلى العراق، حيث تنطلق اليوم في واشنطن الجولة 4 من الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي سيلتقي الرئيس بايدن الاثنين في البيت الأبيض. الحوار يبدأ في ظل تكهنات بسحب للقوات الأمريكية من العراق، رغم تأكيد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده بحاجة لبقاء قوات التحالف من أجل محاربة تنظيم داعش ولغايات تدريبية واستشارية. نادية البلبيسي لديها المزيد من واشنطن فلنتابع. حوار استراتيجي رابع قد يكون الأخير سيتناول العديد من القضايا المحورية لتدعيم العلاقات الاقتصادية والأمنية بين بغداد وواشنطن، لكن موضوع سحب القوات الأمريكية أو إعادة انتشارها سيتصدر جدول لقاء الرئيس بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. إنهم في العراق لأن هناك مجموعات تتنافس جميعها مع بعضها البعض على السلطة والنفوذ. إن الميليشيات المدعومة من إيران تريد بالتأكيد رحيل القوات الأمريكية لتعلن أنها انتصرت. الحوار الذي سيعقد في مبنى الخارجية الأمريكية الجمعة سبقته زيارة تحضيرية من منسق ملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض بريت ماكارك،
حيث كشفت مصادر أن موضوع الانسحاب قد يتم على مراحل ولن يكون شبيها بالانسحاب من أفغانستان. لدعم انطلاق الحوار، فإن المسؤولين من البلدين سيركزون على مراجعة الوضع السياسي والأمني والاقتصادي، وستتم مناقشة حقوق الإنسان والوضع الصحي والتعليمي، ونتطلع إلى حوار بناء. الوجود العسكري الأمريكي يضم 2500 جندي، معظمهم بصفة تدريبية أو استشارية، وهم موزعون على 8 قواعد عراقية مشتركة، والحديث يدور حول سحب القوات القتالية فقط، حيث قامت واشنطن بتعزيز وجودها العسكري في السنة الماضية وتركيزه في بغداد وأربيل والأنبار. هناك فقط 2500 جندي أمريكي من أصل ما يقرب من 2 مليون جندي، لذا من حيث القدرة على التواجد وتحقيق الهدف سيكون من السهل على الولايات المتحدة القيام بذلك. ومن وجهة النظر الأمريكية، نعم خضنا حروبا في أماكن كثيرة من العالم ولمدة عقود، وحان الوقت لعودة القوات، لكن الأمور لا تسير هكذا، فلا يجب التخلي عن الحلفاء، وهناك مصالح اقتصادية مرتبطة بالاستقرار والحفاظ على استقرار أسواق النفط. الحوار الاستراتيجي. وزير الخارجية العراقي أشار إلى أن الوفد العراقي سيطرح مسألة جدولة سحب القوات في الحوار الاستراتيجي، لكن بغداد بحاجة إلى بقاء قوات التحالف لأغراض تدريبية ولمحاربة بقايا تنظيم داعش. مصادر عسكرية تشير إلى أن الأوامر لم تصدر بعد للقوات الأمريكية بالانسحاب من العراق، والحديث الآن يتمحور حول انسحاب تدريجي وآمن مع الاحتفاظ بحق الرد العسكري على الميليشيات المؤيدة لإيران. نادية البلبيسة العربية، واشنطن. وعقدت اللجنة العسكرية الفنية العراقية ونظيرتها الأمريكية اجتماعها الثاني في واشنطن في إطار المحادثات الفنية العسكرية ثنائية ومتابعة ما تمت مناقشته في الجلسة الأولى على ضوء نتائج الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي في مرحلته الثالثة، والذي تم عقده في بغداد في 5 يونيو الماضي. وجدد الطرفان التزامهما بالعمل على محاربة عصابات داعش، كما ناقش الجانبان مستقبل العلاقة الأمنية الاستراتيجية بين البلدين. وفي ذات الملف، أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن نهاية المهمة الأمريكية في العراق مرتبطة بالإنجاز وليس بالجدول الزمني، مشيرا إلى أن التواجد الأمريكي في العراق هو بدعوة من الحكومة للقضاء على تنظيم داعش. كما أضاف أن قادة القوات العراقية يؤكدون حاجتهم لدعم لقوات التحالف، وأن مهمة القوات الأمريكية ستركز على تقديم الاستشارة والتدريب والمعلومات الاستخباراتية لدعم القوات الحكومية في محاربة التنظيم. المسؤول في البنتاغون أكد أن واشنطن ستواصل ردع إيران وميليشياتها التي تهاجم القوات الأمريكية، وأن طهران تواصل التمويل والتسليح الإيراني للميليشيات التي تهاجم المصالح الأمريكية. فرضت وزارة الخارجية البريطانية عقوبات على مسؤول عراقي سابق كان يتولى منصب محافظ نينوى، وذلك بسبب تورطه في عمليات فساد واختلاس. التفاصيل مع الزميل أحمد العناني. في بيان للخارجية البريطانية، أعلنت الحكومة عن فرض عقوبات على 5 أشخاص من 4 دول مختلفة، من بينهم عراقي وهو المحافظ السابق لنينوى نوفل حمادي السلطان. بيان الخارجية أشار إلى أن السلطان كان متورطا في عمليات فساد حينما كان في منصبه، وأنه اختلس أموالا كانت مخصصة لإعادة أعمار الموصل بعد تحريرها من قبضة داعش. هناك الكثير من المساعدات التي قدمتها الحكومة البريطانية لصندوق إعمار المدن المحررة ومن ضمنها نينوى، وبالتالي هي في مراجعة وفي محاسبة ومتابعة للأموال التي يتم صرفها ومتابعة للأموال التي يتم، وهي حريصة على لا يتم سرقة أي من هذه الأموال المخصصة إلى الشعب العراقي في محافظة الموصل. البيان أشار أيضا إلى أن السلطان يقضي عقوبة السجن لمدة 5 سنوات في العراق بسبب مخالفات فساد تتجاوز قيمتها 4 ملايين دولار. لحد هذه اللحظة لم يكن هناك تأثير قوي لبرنامج أو للعقوبات البريطانية أو الأمريكية على الشخصيات التي تم فرض هذه العقوبات عليهم. في السابق تم فرض هذه العقوبات على أكثر من شخصية سياسية عراقية، وهي ما زالت
تزاول العمل السياسي وما زالت فاعلة في الشارع السياسي العراقي، باعتقادي أنها هي عملية معنوية أكثر مما هي عملية تهدف أو تستطيع الحد من إيقاف السرقات. العقوبات المفروضة على محافظ نينوى السابق تتضمن تجميدا للأصول والممتلكات وفرض منع من السفر والدخول إلى البلاد. هذه الخطوة تأتي تحت إطار برنامج الخارجية البريطانية الدولي لمكافحة الفساد، والذي تم إطلاقه شهر إبريل الماضي في محاولة لإعادة صياغة سياسة بريطانيا الدولية. من لندن لقناة العربية، أحمد العناني. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. حجاج بيت الله الحرام ينهون مناسك حجهم في ثالث أيام التشريق. مفترقات طرق كثيرة نقف عندها كل يوم، قضايا عالقة وأخرى تطفو على سطح الأحداث كل لحظة. نطرق أبوابا كثيرة وننظر في الوجوه باحثين عن إجابات لنعرف ما يدور حقا. سؤال مباشر مع خالد مدخلي اليوم 5:30 على شاشة العربية. اقترب أكثر من عالم السوشيال ميديا. الذي يموج بالأفكار والأصوات وتختلط فيه الحقائق بالأكاذيب. مع كل ما يشغل وسائل التواصل الاجتماعي وما يشعل الجدل والنقاش في الواجهة أو من وراء الكواليس. تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية. أهلا بكم من جديد. تعيش تونس منذ أسابيع أزمة خانقة بسبب تفشي غير مسبوق لوباء كورونا في خضم عجز عن السيطرة عليه، وضع فاقم الضغوط على الأطباء وعزز إرادتهم للصمود في وجه الفيروس. وأكد بعضهم أنه طالما هناك رجال ونساء عاملون فلن ينهار النظام الصحي أبدا، رغم المخاطر المتمثلة في نقص الأكسجين. هذا وأكد رئيس لجنة الصحة في البرلمان التونسي خلال مقابلة خاصة مع العربية، أكد وفاة 18,000 شخص بفيروس كورونا بسبب إخفاق الحكومة في التعامل مع الوباء المتفشي في البلاد بحسب قوله. هناك إخفاق كبير في التعامل مع هذه الأزمة، وكل الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة ومن طرف وزارة الصحة اليوم أظهرت فشلها وأظهرت محدوديتها، وهذا بان بالكاشف من خلال عدد الأموات ربي يرحمهم جميعا. تقريبا شارفنا على 18,000 وفاة، وهو عدد كبير جدا يعني مقارنة بعدد دول أخرى يعني تعد عليها هذا الوباء. بالتالي أنا أعتقد أنه التجاذبات السياسية والصراعات السياسية ألقت بظلالها على الأزمة الوبائية، وهناك إخفاق كبير في التعامل مع هذه الأزمة. وعزى رئيس لجنة الصحة في البرلمان التونسي ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بكورونا إلى عدم وجود بنية تحتية صحية قادرة على احتواء الوباء، بالإضافة إلى غياب الاستعدادات اللازمة لمواجهة تفشي كورونا. الكل في تونس متفقين تقريبا على اهتراء البنية التحتية الصحية رغم تدعيمها من يعني منذ بداية الجائحة بأسرة الإنعاش وأسرة الأكسجين وبعديد المعدات. يعني الحكومة التونسية الحقيقة تقال أنها يعني دعمت هذه البنية يعني بمعدات كثيرة، لكن الأزمة السياسية اللي ما خلتناش ناخذوا الإجراءات الحقيقية، ما خلتناش نستشرفوا ونستبقوا يعني المجابهة هذا الوباء. ينهي الحجاج غير المتعجرين اليوم نسكهم في الحج مع ثالث أيام التشريق برمي الجمرات الثلاث ثم أدائهم طواف الوداع.
هذا وقد أنهى 50,000 حاج من المتعجلين يوم أمس رمي الجمرات الثلاث وطواف الوداع وسط إجراءات صحية واحترازية أشرفت عليها عدة جهات معنية. قدمت مستشفيات الصحة السعودية أعداداً إضافية من أجهزة تنفس اصطناعي وغرف عزل وأسرة طبية ضمن استعداداتها لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة. كما شهد هذا العام عمل المستشفيات رقمياً ما سهل عمل الكادر الطبي في خدمة ضيوف الرحمن. هاني صفيان لديه المزيد. مستشفى من الوادي واحد من مستشفيات الصحة السعودية التي تخدم الحجاج في المشاعر بطاقة استيعابية تصل لـ80 سريراً إضافة لـ30 جهاز تنفس اصطناعي. قبل 24 سنة بدأت المشاركة في الحج في خدمة ضيوف الرحمن، وقتها كنت واحدة من الطاقم التمريضي. اليوم والحمد لله مستمرة في العطاء من أجل خدمة الحجاج. طبعاً السعودية حتى قبل ما ألتحق بالعمل التمريضي كانت تحاول مواكبة التحديات الطبية والتمريضية من أجل خدمة ضيوف الرحمن. المستشفى يعمل رقمياً عبر ماسح ضوئي للمعلومات المسمى بتقنية الباركود، مزود بمهام المستشفى والكادر الطبي. إن شاء الله جايين بكل قوة وبمحبة عشان نقدم أفضل حاجة، وهذا شرف لنا. كون أنا أولاً من مكة، ثانياً يعني شرف إنه خدمة حجاج بيت الرحمن، هذه شيء عظيم في ظل جائحة العالم كلها يمر بها ونحن إن شاء الله قدها. حج هذا العام كان رقمياً بكافة الخدمات المقدمة للحجاج، ما مكنهم من الاستفادة من تلك الخدمات، خاصة المعلومات المحدثة لمساراتهم نحو الحرم ومنشأة الجمرات. هاني صفيان، العربية، المشاعر المقدسة. أقر مجلس النواب الأمريكي خطة تسمح بإصدار 8,000 تأشيرة دخول إضافية للأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة وأصبحوا معرضين لخطر الانتقام مع إكمال القوة الأمريكية انسحابها من أفغانستان. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أقر الشهر الماضي بأن عدد المتقدمين للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة من الأفغان المتضررين من الانسحاب قد يصل إلى 18,000 شخص. قال مسؤولون أفغان وأمريكيون أن الجيش الأفغاني يتجه لتغيير الاستراتيجية التي يخوض بها الحرب مع حركة طالبان ليركز قوته حول المناطق الأكثر حساسية مثل كابول ومدن أخرى والمعابر الحدودية والبنية التحتية الحيوية. لا مكان لوجود عسكري تركي في أفغانستان، وعليها سحب قواتها العاملة ضمن حلف الناتو في البلاد. الحديث للناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد الذي طالب أنقرة بحل القضايا العالقة عبر الحوار بعد الاقتراح التركي بإدارة مطار كابول، وأكد أن أفغانستان دولة مستقلة لا يجوز لأي دولة أن تتدخل في شؤونها. على الأرض تواصل الحركة استغلال انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، وقالت إنها باتت تسيطر على 90% من حدود أفغانستان بعد الاستيلاء على الحدود مع طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان وإيران. ويثير الهجوم الذي تشنه طالبان قلق دول الجوار، خصوصا طاجيكستان التي تشترك مع أفغانستان بأكثر من 1200 كيلومتر من الحدود. لهذا حشدت طاجيكستان جيشها بالكامل على أهبة الاستعداد للتحقق من جهوزية عناصرها على وقع تدهور الوضع في أفغانستان، ووضع عناصر الجيش والأمن وأفراد
الاحتياط في حالة تأهب. وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية نشر 20,000 جندي إضافي على الحدود مع أفغانستان. بالتزامن أعلنت روسيا عن إرسال تعزيزات إلى قاعدتها في طاجكستان القريبة من الحدود الأفغانية مع ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة، وتحضيرا لمناورات عسكرية مع طاجكستان وأوزبكستان مطلع الشهر المقبل. في سياق تغطية العربية لأوضاع اللاجئين عند الحدود البحرية بين فرنسا وبريطانيا، قال اللاجئون أنهم مستعدون لدفع ثمن مقابل العبور أو أي عبور إلى بريطانيا حتى لو كان في الأمر مخاطرة تصل إلى حد الموت أو السجن 4 سنوات، وهي العقوبة التي ستفرضها بريطانيا من الآن فصاعدا على كل من يدخل إليها بصورة غير شرعية. حسين قنيبر لديه التفاصيل. نحن هنا في مدينة كالي شمال فرنسا، وهي نقطة العبور البحرية نحو بريطانيا التي تبنت مؤخرا مشروع قانون يعاقب كل من يدخل إلى أراضيها بصورة غير شرعية بالسجن 4 سنوات بدلا من 6 أشهر سابقا. ومع ذلك قال لنا لاجئون هنا أنهم مستعدون للمخاطرة بحريتهم وحتى بحياتهم من أجل بلوغ ما يسمونه الحلم البريطاني. تشبه كالي سجناً دون سقف تماماً كطموحات الراغبين في عبورها نحو بريطانيا. أحد هؤلاء بشير، لاجئ سوري فلسطيني، هو حفيد لاجئ قدم من صفد إلى سوريا قبل 73 عاماً. حلم الجد بالعودة إلى فلسطين ومات دونها، فيما العودة إلى سوريا كابوس للحفيد الحالم ببريطانيا. نحاول ندخل على بريطانيا عبر هذا السور، السور الثاني ندخل عبر الشحنات على بريطانيا. مستعد أي شيء مقابل بريطانيا، أي شيء، موت، انسجن، انضرب، أي شيء مقابل أدخل بريطانيا. في الليل كما في النهار يتأمل بشير حالما السفن المتوجهة إلى بريطانيا. يهرب مع رفاقه من الشرطة إذا فاجأتهم قرب سياج المرفأ، ولأنه يخشى ركوب الزوارق الصغيرة التي اعتمدها المهربون مؤخرا لمساعدة اللاجئين على العبور، فهو ما زال يجري خلف الشاحنات محاولا الاختباء فيها دون علم سائقيها على أمل أن تدخل الشاحنة إلى العبارة فيصل هو إلى بريطانيا. قالت لنا عمدة كالي اليمينية إن اللاجئين المنتشرين في كل مكان من المدينة تقريبا يتسببون في اضطراب النظام العام. اللاجئون لا يطلبون شيئا من فرنسا، يريدون فقط المرور فيها، لكنهم وهم يمرون يتسببون في الإخلال بالنظام العام، وعلى وزارة الداخلية أن تبقى حذرة جدا لتجنب إعادة تشكيل مخيمات بعد تفكيكها قبل سنوات. يعيش في كالي ومحيطها حوالي 2000 لاجئ من دون مأوى، معظمهم من أريتريا والسودان، وقلة منهم من ليبيا وأقل من سوريا. حسين قنيبر، العربية، كالي. الموجة الثالثة من كورونا تدخل العراق رسمياً. السلطات الصحية تدق ناقوس الخطر وتعلن أن الوضع الصحي سيخرج عن السيطرة في حال استمرار عدم التزام المواطنين بإجراءات التباعد والتطعيم. سامي الكبيسي لديه التفاصيل. ارتفع معدل الوفيات والإصابة بفيروس كورونا المتحور في العراق إلى أكثر من 50%، ما تسبب باكتظاظ المرضى في أقسام العناية المركزة بكافة مستشفيات البلاد. هذا ما أعلنه مدير تعزيز الصحة في وزارة الصحة العراقية. لقد دخل العراق الموجة الثالثة من وباء كورونا، وهي يعني الإصابة بفيروس دلتا المتحور. الإصابات أصبحت أكثر بالعراق حقيقة مما كانت، ووصلت إلى أرقام قياسية في هذين الأسبوعين الماضيين. أيضا زادت عندنا نسبة الوفيات مع الأسف. نسبة الإشغال السريري زادت في المستشفيات وزاد عدد دخول المرضى للمستشفيات. نعم الوضع أخطر مما كان، ووضع الوباء في العراق أصبح أخطر. عدم التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي وتلقي اللقاحات فاقم أعداد الإصابات والوفيات بشكل خطير، حذرت معه السلطات الصحية من إمكانية خروج الوضع الصحي عن نطاق السيطرة. فأنصح الناس اللي ما ملتزمة بالكمامة ما مرتديها ضروري جدا يرتديها، وخاصة بهيج تجمعات. اللقاح اللي ما أخذته، اللي نعرف عن اللقاح اللي سمعناه،
يسوي مضاعفات وبالنهاية يؤدي إلى وفاة. عدة لقاحات نزلت، يعني ماذا نفهم أي لقاح هو الصحيح؟ ولا الدولة مالتك يطلع مثل وزير أو وكيل يقول يابا هذا اللقاح اللي صالح للاستعمال، الكبير السن ياخذ هذا اللقاح، اللي الشباب لهم هذا اللقاح، مفقودة هاي الشغلة نهائيا. وزارة الصحة العراقية استنفرت كافة كوادرها في المستشفيات بعد دخول البلاد رسميا في الموجة الثالثة من الفيروس، علها تتمكن من احتوائها أو تقليل الضرر على أقل تقدير. يبدو أن المصائب هنا لا تأتي فرادى، فبعد مسلسل الحرائق الذي أودى بحياة العشرات من مرضى كورونا في المستشفيات الكرفانية، الأمر الذي أخرج الكثير منها عن الخدمة، كل ذلك جعل السلطات غير قادرة على استيعاب المصابين الجدد. سامر الكبيسي، العربية، بغداد. ختام هذه النشرة إلى العناوين. قتلى وجرحى برصاص الأمن الإيراني في بلورستان شمال الأحواز، ومدن جديدة تنضم للاحتجاجات. الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي ينطلق اليوم وسط تأكيد على استمرار التعاون الأمني. الكل في تونس متفقين تقريبا على اهتراء البنية التحتية الصحية. لجنة الصحة البرلمانية في تونس تتهم الحكومة بالإخفاق في مواجهة كورونا. دائما مشاهدينا، لمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت العربية.net. لحظات وأعود معكم في نشرة مفصلة أخرى. إلى اللقاء.